أنت تعلمين بأن العالم اليوم وقف بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 128 صوتا لجهة وقف هذا العدوان والسماح بإدخال المواد التموينية والدوائية والوقود إلى قطاع غزة. لكن نوازع الغطرسة وأحلام التوسع والتشجيع الذي يستمده قادة الاحتلال من الولايات المتحدة ومن الدول الأوروبية يجعلها ترفض هذا القرار وتواصل ارتكاباتها ومجازرها دون أدنى التفاتة للقرارات الدولية أو للشرائع الإنسانية. أستاذ إبراهيم، أهم الاتصالات التي تجريها الحكومة الفلسطينية مع من الآن، وأي الرسائل التي تتضمنها هذه الاتصالات؟ كل الاتصالات التي أجراها سيادة الرئيس محمود عباس مع جميع الجهات الدولية ولا سيما مع الأمم الأمين العام للأمم المتحدة ومع قادة العالم حثهم فيها على ضرورة الوقف الفوري لهذه الإبادة الجماعية التي تتوالى فصولا مرعبة في قطاع غزة وفي الضفة الغربية كذلك.